السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في فيديوهات جديده وعربيات جديده مع كلم خالد في المانيا. النهارده احنا عندنا شحن، هنشحن عربيات، 7 عربيات مع بعض. هنتفرج على اول عربيه معانا دي، بسم الله ما شاء الله، دي مرسيدس اس 580، دي جايبينها زيرو ملك اول 2023. سعر العربيه ديت هنا في المانيا سعرها 166000 يورو، بنوصلها للعميل، ولما بتوصل مصر ان شاء الله هو بيدفع فاتوره الجمرك بس، واحنا بنتكفل ببقيه المصاريف بتاعه المينا. نحب نتفرج على العربية ديت لان هي عربية بسم الله ما شاء الله مميزة جدا. دي طبعا عربية، ثانية واحدة، الوان مميزه جدا من الداخل، فرش مميز جدا، العربيه كلها اوبشن وكلها مميزات، واحنا كنا حريصين ان احنا نجيب اعلى فئه في العربيه ديت. دي طبعا العربيه ديت بسم الله ما شاء الله يعني بياخدها رؤساء الدول ورجال الاعمال الكبار. دي ابواب شفت، معانا بعد كده مجموعه من السي 180 والسي 200. دي عربيه اي 200، دي نازلة على المبادرة، ودي نازلة للحاج سامي من ايطاليا، دي سي 180 اي ام جي. وبعد كده هنلاقي عربيات سكودا كودياك، عندنا سكودا كودياك ستايل او سكودا كودياك سبورت لاين بانوراما. العربيات ديت احنا برضو بنوفر العربيات الجديدة، الناس اللي مش لاقية عربيات في مصر وعايزة تحجز عربيات زيرو، احنا بنوفر عربيات الزيرو مالك اول، وفي نفس الوقت بنوفر عربيات لو عايز تعمل كونفجريشن لاي عربية، لو عايز تحجز جي ال سي، عايز تحجز اي 200، عايز تعمل اي كونفجريشن لاي عربيه وتستلمها بعد فتره، تختار عربيه على مزاجك، دي برده خدمه احنا بنوفرها. في نهايه الفيديو شكرا وتحياتي ليكم في فيديوهات جديده وعربيات جديده. اللي عايز يتواصل مع خالد في المانيا من خلال مكتب المبيعات في مصر، عندنا فريق متخصص للكونفجريشن وفريق متخصص للزيرو. حتى لو انت جايب عربيتك ووصلت مصر وعايز تبيعها، عندنا برده عربيات متوفره في مصر للبيع. شكرا وتحياتي ليكم في فيديوهات جديده مع كلم خالد في المانيا لتجاره وشحن السيارات.